إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام في مباشر آخر دائما من منطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء بحضور السلطات المحلية. يتم مصادرة عدد من الطيور الغير صالحة للاستهلاك ورميها داخل شاحنة جمع النفايات أو الأدوات بحضور عدد من المسؤولين على رأسهم عدد من رجال السلطة قائدة ديال المنطقة برفقة قائد آخر ديال المنطقة المجاورة اللي جاو ولقاو بأن هذا الدجاج غير صالح للاستهلاك وتمت المصادرة ديالو ورمي ديالو داخل شاحنة جمع النفايات. شكرا لهاد الناس اللي كيقوموا بهاد العمل الجبار في هاد الوقت. الباكر من الصباح واللي قاموا بمصادرة عدد كبير من الطيور او من الدجاج الغير صالح للاستهلاك هنا بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء. شوفوا شحال ديال عدد ديال السيارات ديال القوى المساعدة والسلطات المحلية اللي واقفين هذا المكان امام السوق المعروف هنا بمنطقة الحي الحسني سوق ولد مينا. نرجعوا من الاول ونقولوا بان السلطات المحليه الناس اللي يلاه التحقوا بنا في هذا المباشر السلطات المحليه من بعد ما سمعوا بان راه كاين واحد الدجاج غير صالح للاستهلاك منطقه الحي الحسني داروا واحد الحمله جاوا لهنا السوق ديال الحي الحسني وقاموا بمصادره عدد كبير من الدجاج من طيور من صنف الديك الرومي اللي كيتباع المواطن واللي اصلا حنا كنا كناكلوه يوميا. قاموا بالمصادره ديالو كاين واحد المجموعه واحد 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 الصنف اللي خداوه وصيفطوه لاحدى الخيريات وواحد الدجاج واحد النوع اخر اللي خداوه وقاموا برمي ديالو داخل شاحنه ديال جمع النفايات. انتم كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام هنا في منطقة الحي الحسني العملية كيف ما قلنا لا زالت مستمرة. مرة أخرى كنكرروا بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر السلطات المحلية في منطقة الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء قاموا بواحد الحملة صباحية مبكرة مباغتة العدد من المحلات المتواجدة بسوق ولد مينا المعروف بسوق ولد مينا منطقة الحي الحسني على مقربة من مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني وصادروا عدد من الطيور الحية اللي رسلوها إحدى الخيريات وكذلك صادروا عدد من الكيلوات كبيرة من كثيرة من الطيور الميتة ورموا بها داخل شاحنة جمع النفايات. السؤال اللي كيطرح نفسه هو هذيك الطيور اللي صادروها وصيفطوها للخيريات غير صالحة للاستهلاك، علاش صيفطوها للخيرية؟ هنا غادي نسالي السؤال. شكرا مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.